السلام عليكم، كيف نتوما الحبايب؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نعمل معكم واحد طويجين د الشطون والخبيزات بالكامون والزريعه، كيجوا رائعين. وتابعوا الفيديو، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا نص كيلو ديال الشطون، ثلاثه ديال الطريفات هكا ديال الحامض، عندي هنايا معلقه صغيره ديال الكامون، عندي هنايا معلقه صغيره ديال التحميره، نص معلقه هكا رويس ديال المعلقه ديال السودانيه، عندي هنا نص معلقه ديال القزبر حبوب طحون، عندي هنايا تقريبا ثلاثه ديال السيمات ديال الثومه حكاهم، عندي هنايا وريقه ديال السناموسة، عندي هنايا فلفله اصفر والحمر على حسب اللي عندكم موجود، عندي هنا واحد السودانيه، عندي هنا الزيت، عندي هنا شي حبه ديال الزيتون غير باش نحط من فوق، عندي هنايا تقريبا 4 ديال الحبات ديال مطيشه خمسة حكاهم، وزيد عليهم معلقه صغيره ديال مطيشه الحك، عندي هنايا القزبر. ها نتوما من بعد ما عملت الشطون ديالي هنايا غنزيد عليه شويه الكمون، شويه التحميره، شويه السودانيه، شويه ديال القزبر، شويه الثومه، عندي هكا قطيره ديال الحامض، غنعمل القزبر. عفوا راه نسيت الملحه، عاد زدتها دابايا. دابا غادي ديك العطريه مع مليحه الحامض غندخلوها هكا في الحوت ديالي ونخليها هكا تترقد. دابا غادي نعمل المطيشه ديالي، غندخل مزيان المطيشه الحك مع هادي مع مطيشه الحكوكه. هانتوما غنضيف دابا هاد العطريه كامله، غنضيف القزبر وغنزيد شويه الماء، شويه د الماء حيت المطيشه كطلق الماء، ماشي ضروري نعملو الماء. الطويجين كيطبعي ناشف. دابا غنستف الشطون ديالي هيدا، دابا غنعمل الفلفله ديالي. على فكره انا كيعجبني الحامض هيدايا في الحوت، ماشي علاش كنكثر. ندير هاد الوريقه ديال السناموسة، ندير هاد السويتينات، هاد السودانيه، صافي. غنزيد شويه الزيت هيدايا بلديه بشويه باش ما يجيناش ملدم. انا بعد ما سالت الطاجين ديالي بعد ما قديتو هكايا، دابا غنردو على عافيه مهي الى يطيب ونتلاقاو ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. عندي هنايا كيلو ديال الطحين د الزرع، عندي هنايا معلقة كبيرة ديال الخميرة، عندي هنا معلقة صغيرة ديال السنيدة، هادشي كيبقى على حسابكم بغيتو تعملو عملو، المهم السكر كيبقى اختياري. عندي هنايا معلقة صغيرة ديال الكامون، عندي هنايا معلقة كبيرة ديال زيت العود، عندي هنايا مليحة، عندي هنايا معلقة كبيرة ديال الزريعة نوار الشمس، عندي هنايا معلقة ديال كبيرة ديال الكامون مطحون، والماء على حساب العاجي. بعد ما عملت الطحين ديالي دابا غنعمل الملحه، دابا غندير الكامون اللي عندي مطحون، غنعمل الخميره هنايا، غنزيد عليها السنيده، غنزيد شويه الماء، خلت الخميره مع السنيده، غنحيدها هكا على جنب. دابا الزيت ديالي، انا من بعد ما رديت الطحين مع الملحه مع الكامون مع الزيت غادي نرد الزيت. دابا غنحوي هاد السنيده والخميره ديالي اللي عملت، دابا هي من بعد ما تخلطات عرضه كتعجن، غنضيف الماء بشويه بشويه. ها من بعد ما تخلطات العجينه ديالي مزيان غنزيد هذا الكامون، غنزيد هاد الزريعه، صافي نخلطيها تخلط تتخلط ليا وندوز نعملها كريسات ونتلاقاو ان شاء الله. هانتوما من بعد ما دلكات العجينه ديالي كتكون خفيفه شويه، دابا غندوز نعملها كويرات. كنخليوها تخمر غير مره وحده، صافي كنخمروها غير مره وحده، ما كنخليهاش تخمر المره الاولى، حتى كنعملها هكا كويرات ونقرصها خبيزات صغاري. هانتوما ما كنخليوهاش تخمر المره الاولى، مره كنشكلهم هكا كريسات، ما كندقش عليها بزاف غير هكايا، حتى نعملهم في الصينيه. هانتوما غير هكا مع ديال الزرع مطلوقين. من بعد ما خمروا الخبيزات ديالي دابا غنشرطو معايا هكا بالموس شريطات كما بغيتو نتومايا. الفران راه عندي سخون من قبل، دابا غادي نرد الخبز ديالي حتى نطلق في شكل نهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الطويجين ديالنا، كيجي ناشف ومقلي صراحه زوين، وهذا هو شكل الخبيزات ديالنا صراحه، جاو رائعين ورطيطبين باقين سخانين. ها نتوما
الثقيل ديال الزرع وريحه الكمون خارجه منهم. هانتوما جاوا غزالين، وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وهذا الفيديو تا هو يكون خفيف ظريف على قلوبكم. وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم.